مع حضراتكم مصطفى عطيه صاحب محل العاب. والله بالنسبه للفوانيس السنه دي الاسعار كانت حقيقة فيها زياده، لكن في اقبال طبعا من كرام الجماهير، لان كل اللي معاه طفل لا يمكن ما يجيبلوش لعبه السنه دي، وخصوصا في موسم زي ده. تمام، بالنسبه للاسعار حضرتك هي في زيادات 40%، لكن الاقبال تقريبا قل عن السنه اللي فاتت، لان الاسعار يعني تقريبا حضرتك هنلاقي سلعه زي كده لو هيجيبوها. حضرتك تتفرجوا معانا، هنلاقي سلعه زي كده احنا السنه اللي فاتت كنا بنبيعها ب 15 جنيه، السنه اللي بنبيعها ب 20 جنيه. تمام، يعني تقريبا 25% زياده في السلعه. تمام، بس طبعا بالنسبه للمواطن، المواطن لازم يجيبها لابنه، مجبر لا يمكن يشوف ابنه يبكي على لعبه او فلوس زي كده وهو ما يجيبهاش. الاسعار زي ما تتراوح الاسعار ما بين قطع حاجه حضرتك لو حضراتكم شفتوا حاجه زي كده هتلاقي قطعه زي كده هو على الرغم انها منتج سجني لكن نازله جميله ودي في متناول الحي الشعبي، دي احنا حضراتكم بنبيعها ب 10 جنيه. هتلاقي قطع زي كده يا فندم، هتلاقي قطع فيها مهرجانات وفي شغل مهرجانات، اديني لو سمحت شغل المهرجان ده. وبرضه ده برضه في متناول دي متوسط، ده بيعمل 40 جنيه. تمام، الاغاني كلها طبعا ما فيش اي اغاني حاليا، الاغاني كلها بتقول رمضان جانا يا اما حلو يا حلو يا اما وحى يا وحى. Thank you.